لو عايز تشوف المعنى الحقيقي لمقولة الرزق يحب الخفية، شوف الفيديو ده، هتشوف خفية الحركة وخفية الدم في كسب الرزق. ربنا يرزق الجميع ويوسع على المصريين جميعا يا رب. في صف معدية بور فؤاد اللي شفناها المرة اللي فاتت، الفيديو هيطلع في دايرة الاي لو مشفتوش، في الممشى السياحي او المينا السياحي. الممشى السياحي بيمتد من مرسى المعدية لغاية قعدة تمثال دي لسمس. الرصيف عالي، احنا بنطلع حوالي 24 سلمة، علشان كده ليه إطلالة رائعة على القناة، لكن خلاص للأسف مقفول دلوقتي علشان بيتم تطويره، هدوا السلالم والمحلات اللي تحت. نتمنى التطوير يكون للأحسن. المهم أنا عايز أوريكو المراكب دي بتاعة البامبوتية. البامبوتي مهنة من أقدم المهن اللي عرفتها القناة. كل بامبوتي بيبقى معاه لانش أو فلوكة. البامبوتية هم تجار البحر اللي بيتعاملوا مع السفن اللي بتعبر القناة. يعني البامبوتي تاجر بيبيع بضايع بس في البحر، لكن تاجر بيمتاز بخفة ورشاقة في الحركة وخفة الدم وروح المرحة. الكلمة نفسها مشتقة من الكلمة الإنجليزية مان اوف بوت اللي هي مان بوت، تحولت إلى بامبوتي. نسمع كده البامبوتي هو بيعرف نفسه. وبحب اهل الابوطي. الابوطي واحده من اقدم مناطق حي الضواحي في بورسعيد. زي ما شفنا هم بيروحوا للمراكب وهي بتعبر القناه علشان يبيعوا البضائع اللي معاهم. البضائع بتكون حسب المراكب. في سفن سياحيه دي بيبيعوا ليها حاجات تراثيه زي منتجات خان الخليل، وفي سفن بتبقى سفن بضائع اللي هي الكارجو، ودي بيبيعوا ليها اللي بيحتاجوا البحاره والركاب اللي بيبقى بقالهم شهور في البحر. نظام البيع يا اما نقدا، يعني يبيع ياخد فلوس، او بالمقايضه، يعني بضاعه قصاد بضاعه، وده بيكون على حسب خبره البامبوتي. البامبوتي في احيان كتير بيطلع للسفينه لو سمح ليه القبطان، وبيعمل ده في احيان كتيره والسفينه بتتحرك، يعني يطلع وينزل وهي بتتحرك، ومن هنا خفه الحركه، ومن هنا جت رقصه البامبوتيه الشهيره اللي كلنا عارفينها. ببع خواتم مع حلقان والعود لولي مع مرجان، ببع خواتم مع حلقان والعود لولي مع مرجان، نعرف لغه اشكال والوان، انا بورسعيد وبنبوطي، ببع صدف وتحف شرقي بتعب وباكل من عرقي، ببع صدف وتحف شرقي بتعب حضراتكم خدتوا بالكم وهو بيقول ورخصتي في جيبي وورقي. البامبوتي لازم يكون معاه ترخيص، والترخيص ده بيورثه لاولاده، يعني في الغالب البامبوتي ابن بامبوتي. البامبوتي كان زمان من اغنى الناس في بورسعيد، لكن دلوقتي ما بقاش، لان السفن بتعدي من شرق التفريعه مش من رصيف المين، وللاسف المهنه اوشكت على الانقراض. لكن في شبيه للبامبوتي بيعمل نفس الحكايه مع البواخر النيليه، خصوصا عند هويس اسنا. تعالوا نشوف هنا عند وقفة هويس إسنا، البواخر بتبقى مستنية دورها علشان تعدي من الهويس. إن شاء الله هنبقى نشوف كل ده لما نعمل رحلة النايل كروز بتاعة الأقصر وأسوان. لكن في ناس تانية أجرأ بيعمل ده بقى، والبواخر بتبحر بمنتهى الحرفية والجرأة، بيربط الفلوكة بتاعته في الباخرة، ونتيجة نشوف. نسيب الصعيد ونرجع بورسعيد. على شاطئ البحر في مشهد رائع مش هتشوفوه غير في بورسعيد. مع شروق الشمس تبدأ المشاهد الساحرة لصيد الجرف أو صيد الشاطئ. عمرك شفت شبكة صيد طولها 500 أو 600 متر؟ الشبك ده بيبقى موجود على عربيات على الشاطئ بالمنظر. بعد ما بينقلوا الشبك من العربيات للفلوكة، كل ما بيخلصوا عربية يفردوا غيرها وهكذا لغاية ما يفردوا الكمية اللي محتاجينها على الفلوكة.
الفلوكة، بعد كده بيزقوا الفلوكة جوه المية علشان تبحر بخمس أو سبع صيادين. بيدخلوا جوه المية علشان يفردوا الشبك اللي موجود على الفلوكة في أماكن محددة هم عارفينها بالظبط. علشان نفهم الطريقة هنقسم الصيادين لمجموعات علشان نفهم مهمة كل مجموعة إيه. أهم مجموعة هي مجموعة الفلوكة اللي بتدخل جوه المية علشان ترمي الشبك بحيث يرسم نص دايرة قطرها حوالي 300 متر، وبيبقى فيه حبل موجود من الطرفين بتوع الشبك، وفي فريقين لكل طرف وظيفته انه يشد الحبل بإشارة من فريق الفلوكة. بتتم العملية بحيث فريق ده بيشد من هنا والفريق ده بيشد من هنا لغاية ما يتقابلوا والسمك في الشبك، وبيبقى فيه فريق رابع ده وظيفته لم الشبك اللي بيطلع فاضي بعد تنظيفه لو في شوائب، بيلموا على عربيات الشبك اللي شفناها في الاول عشان يبقى جاهز لتاني يوم. بفكر حضراتكم ان انا شرحت الطريقة دي بالتفصيل في الفيديو اللي طلع في دائرة الأرض. يقول رب العزة في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفذ أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله: اوعى تفتكر تتعب بجوارحك، لا، تتعب بقلبك فتنشغل برزقك. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل، الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ويقول رب العزة: فعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد، كما لم أطلب منك عمل الغد. يا ابن آدم أنا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا حبه إليك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين أوابين توابين. جزاكم الله خيرا، شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.